السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تصريحات المبعوث الأممي الجديد حول استعداد الأطراف للدخول في عملية السلام في ضوء المعطيات الميدانية. كشف المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث عن رغبة أطراف الصراع بالوصول إلى حل للأزمة والانخراط في محادثات سلام. وقال جريفيث قبيل مغادرة مطار صنعاء إن جميع الذين تحدثت معهم من قيادات الشرعية والحوثيين أبدوا رغبة شديدة في الوصول إلى حل للنزاع والانخراط في الحوار، مشيرا إلى أن أوضاع اليمن تستدعي العمل بجدية للوصول إلى حل لإيقاف الحرب. يأتي هذا بالتزامن مع تصريح للمتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي الذي قال إن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي صوب مدينة نجران. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن فهم تصريحات المبعوث الأممي الجديد في ظل الوضع الميداني وحرب الصواريخ المشتعلة؟ وهل ينجح المبعوث في إعادة المسار السياسي بعد تضاؤل فرصه؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. على وقع الصواريخ الحوثية المتجهة نحو الرياض، ذهب المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى صنعاء وعاد منها دون تحقيق تقدم ملموس في جهوده الرامية لإحلال السلام في اليمن. المبعوث الأممي الذي عاد من صنعاء قال إنه وجد لدى القيادات التي التقاها من الشرعية والحوثيين رغبة في الوصول إلى حل للنزاع الجاري والانخراط في الحوار، لكنه لم يقدم أي مؤشرات عملية تؤكد الاستعداد العملية من قبل ميليشيا الحوثي للذهاب إلى مفاوضات جادة وبناءة. فمقابل الأفكار الأممية التي طرحت في صنعاء كانت صواريخ ميليشيا الحوثي تطرح رؤيتها للسلام عبر الصواريخ التي أطلقت باتجاه السعودية طوال فترة وجود المبعوث الأممي بصنعاء، والتي بلغت 9 صواريخ. استهدف الصاروخ التاسع معسكرا للجيش السعودي في نجران السبت الماضي، فيما أكدت مصادر إعلامية سعودية مقتل 5 جنود سعوديين في جازان على الحدود اليمنية خلال الفترة الماضية. التفاؤل الذي أبداه المبعوث الأممي عن رغبة قيادات حوثية بالانخراط في الحوار رافقه اتهام البيت الأبيض لميليشيا الحوثي بعرقلة جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام. وقال البيت الأبيض في بيان له إن الهجمات الطائشة لصواريخ الحوثي باتجاه السعودية تؤكد استمرار قوات الحرس الثوري الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة. لا جديد في مشاهد السياسة في اليمن سوى جولة المبعوث الأممي الجديد على الأرض وجولة صواريخ ميليشيا الحوثي في سماء الرياض. ورغم كل المؤشرات التي تؤكد عدم جدية الحوثي في المساهمة في إنعاش السلام، إلا أن الأمم المتحدة ما تزال كعادتها تبني آمالها على تصريحات قيادات الميليشيا لا على صواريخها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، ومن القاهرة المحلل السياسي وضاح الجليل ومستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أبدأ مع الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سعادة اللواء مساء الخير. يا أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليك وعلى الضيوف الكرام والسادة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك لواء محمد. تابعت تصريح بالتأكيد المبعوث الأممي الذي يقول بأنه لقى تجاوب كبير من قبل قيادات الشرعية وقيادات الحوثيين في الدخول في حل سياسي لليمن، كيف تتابع هذا التصريح؟ نتمنى، وهذا شيء مطلب منذ بداية أو قيام عمليات عاصفة الحزم، متابعة انبياعات اليمن والشرعية في اليمن بقيادة فخامة الرئيس والسيد رئيس الحكومة وكذلك قوات التحالف، دائما وأبدا تنظر إلى أن السلام والجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ما يعني يجب أن يحدث، ولكن السلام وليس الاستسلام. هذه نقطة جد مهمة، يمكن أشرت حضرتك في التقرير بأنه أثناء اجتماعه ببعض الانقلابيين المدعومين من إيران بأن هنالك رغبة للجلوس إلى طاولة المفاوضات. أنا برؤيتي الشخصية في ظل استمرار تهديد أمن المملكة والمناطق المجاورة وكذلك العمليات الإجرامية واستخدام المدنيين كدروع بشرية وخطف الأطفال والزج بهم إلى
جبهات القتال والتعدي على المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية. هذه مؤشرات تعطي العقل يعني بأنه هؤلاء جماعة لا يفهمون السلام، هؤلاء جماعة مدعومين من قبل أطراف أخرى لاستمرار إحداث الفوضى في المنطقة. هنالك خسائر وخسائر واضحة لهذه الجماعة، ولكنها لا تنظر إلى المصلحة العامة، بل العكس، ما دام إنه نظام الملالي يتحدث ويدعمهم بالأسلحة فليش يهتم يعني هو بالسلام وهو يرى إنه أبناء اليمن وبنات اليمن وشباب ورجالات اليمن يقتلون، ولكن كل نعم. قطرة دم سوف يتم تعويضها بإذن الله. مجمل نعم. كلامي إنه السلام والحديث في طاولة المفاوضات هو الشيء المطلوب، ولكن هنالك أمور وشروط يجب أن تحدث، أولها الالتزام بقرار 2216 مبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وشيء أيضا مهم وسبق وذكرته في قناتكم هنا نعم. بأنه التقرير الأممي السابق لا يجب أن ينظر له السيد مارتن على أنه هو نقطة انطلاق، لا، هو يجب أن يفهم جيدا بأن نعم. الشرعية لها مطلب رئيسي وهذا طيب. حق شرعي وصدر فيه قرار، ومن هناك يتم الانطلاق. وفيما يخص المحادثات أبدا هي خطوة إيجابية نعم. نتمنى أن يحدث ما يحدث. نعم. طيب اللواء محمد تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث المحلل السياسي والضاح الجليل من القاهرة، مرحبا بك أستاذ الضاح. أهلا، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين ولطاقم القناة. أهلا بك. تصريحات المبعوث الأممي التي صرح بها من صنعاء بأن الجميع يعني قدم وأبدى تجاوب كبير من أجل عملية سياسية من جديد، لكن ما هو على الأرض ربما مخالف ذلك أستاذ وضاح؟ إذن على أي استناد صرح به المبعوث الأممي بأن هناك ربما تجاوب كبير في الوقت الذي الميليشيا لا زالت تطلق الصواريخ، لا زالت تواصل هذه المعركة، ولم يعني تظهر أي حسن نوايا على الأرض؟ نعم، هناك أمر بالغ الأهمية وبالغ الخطورة، ولكن للأسف الشديد الكثير يتجنبونه ويتجنبون الإشارة إليه، سواء في الحكومة اليمنية، أقصد في الجانب الرسمي، سواء في الحكومة اليمنية أو في التحالف العربي، وأيضا على المستوى آخر غير رسمي جميع المحللين السياسيين والكتاب الصحفيين والكثير من القنوات والوسائل الإعلام. هذا الأمر هو أن الغرب وأن قوى الغرب ترغب في بقاء الحوثيين كشوكة في ظهر المنطقة، والحوثيين لا بد من بقائهم بنظر هذه القوى كورقة ابتزاز طائفية ومذهبية، ورقة لإثارة النزاعات وإثارة المشاكل الاجتماعية داخل المنطقة وليس في اليمن فقط، داخل المنطقة، وتهديد أمن المنطقة لعقود قادمة، وبالتالي يسمح لهذه القوى الغربية بابتزاز دول المنطقة وحكوماتها وشعوبها واستمرار التدخل في المنطقة بشتى السبل وجعل المنطقة سوقا للسلاح، لسلاح هذه القوى. نعم. هذا الأمر لا أعرف لماذا لا يتم الإشارة إليه دائما، ولماذا لا يتم التعاطي معه بشكل واضح ومباشر. إذا كان ثلاث سنوات أستاذ وضاح، ثلاث سنوات من الحرب ألم تكن كافية لكي يفهم الحكومة والشرعية والتحالف العربي لهذه النقطة؟ هم يدركون ويفهمون هذه النقطة، لكن ربما الدبلوماسية تقتضي منهم تجاوزها أو عدم التعاطي معها بشكل جدي، لكن إذا كانت الدبلوماسية تقتضي عدم التعاطي معها بشكل جدي، لماذا لا يتم التعاطي معها بشكل آخر على الميدان؟ لماذا لا يتم دعم المواطنين لمقاومة هذه الميليشيا داخل معاقلها؟ لماذا لا يتم إسناد هذا المواطنين وتنظيم مقاومة شعبية داخل هذه المناطق بحيث تكون هذه المقاومة متجاوزة للمسائل الدبلوماسية والاعتبارات الأخرى التي تربطها بالدول والحكومات؟ هذا الأمر سيضع القوى الدولية أمام أمر واقع، سيجبرها على التعاطي مع هذه المتغيرات نعم. وتقديم تنازلات بهذا الشأن. لكن حاليا من الواضح جدا وخلال ثلاث سنوات أن هناك رغبة دولية في بقاء الحوثيين كشوكة في ظهر المنطقة وابتزاز دول المنطقة نعم. بهذه الورقة طيب. بشكل مستمر نعم. نعم. اللواء محمد القبيبان، تصريح المبعوث الأممي الذي جاء من صنعاء التي كانت قبل أيام خلال هذا الأسبوع الذي كان يتواجد فيه بصنعاء
بدعوى بأن هناك استعداد كبير من قبل ميليشيات الحوثي للدخول في السلام، لكن تجاهل بأن الميليشيا أطلقت 7 صواريخ في ليلة واحدة وهو في صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية، تجاهل أيضا استمرار المعارك في كل الجبهات داخل اليمن. إذن عن أي سلام يتحدث وإلى ما يستند؟ الفاضل، يعني الحكم باستعجال في خطواته لأنه لم يلتقي بكافة الأطراف، حتى ولو أنه هنالك يعني تقارير وقرارات أممية بإدانة الانقلابيين، وأيضا صدر العديد من البيانات الهامة فيما يخص يعني الجج بالأطفال للقتال من قبل مجلس الأمن، فلننتظر ولنرى. يعني لا نريد أن نكرر ما كنا نذكره خلال 3 سنوات، ولكن نقطتك جد وجيهة، لأنه من المفروض أن تكون الخطوة الأولى بأن يتم يعني عمل كما هو معروف، يعني يتم طلب هدنة حتى ولو أنه كافة الهدن السابقة لم يلتزم بها الانقلابيين، ولكن نحن ننظر إلى المصلحة العامة، لننظر هل هنالك جدية من قبل هذه الجماعة، هل هنالك فعلا رغبة للجلوس في طاولة المفاوضات والتحدث، أو على الأقل الالتزام بما هو العقلاني، الشيء العقلاني، بأن يوقفوا إطلاق الصواريخ، يوقفوا الاستيلاء على المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، يوقفوا الإجرام الذي يقوموا به تجاه نساء اليمن. يعني من كان يتوقع يوم من الأيام بأن المرأة اليمنية سوف تتعرض لإهانة؟ هي لن تتركها على فكرة، هي فقط تنتهي الأزمة وسوف تأخذ ثأرها بما أتاها الله من قوة، فكيف نتحدث مع جماعة زي كذا؟ ثانيا أو النقطة الأخيرة، القرار هو ليس بيد الحوثي، هو القرار هو بيد طهران، فيجب أن ننظر أكبر من أن الصراع على مسرح الحرب هي فقط ما بين قوات التحالف والشرعية ضد هذه الجماعة. لا، أنا أعتقد أن السيد مارتن عليه جهد كبير. أيضاً لا يجب أن ننسى ما ذكره السيد ابن الشيخ عندما ترك العمل كمبعوث أممي وتحدث من كان يؤخر ويؤجل هذه المفاوضات هم الحوثيين، لذلك لا يجب أن نستبشر خيراً كثيراً من تصريحاتهم، ولكن أنا أقول يجب أن نتريق قليلاً وننظر ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة. طيب، المفروض يبدأ بخطوات وإجراءات سريعة لوقف القتال بهدن، ومن ثم نرى. وأنا أعتقد قوات التحالف والشرعية بقيادة خامة الرئيس بأنه لا يتأخرون يوما من الأيام للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الالتزام ما ذكرت سابقا بالقرارات الأممية السابقة. طيب، كيف تفسر يعني البعض يعني وصفها بأنها يعني ربما عدم الاكتراث لما قامت به ميليشيا الحوثي من يعني استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية، لم تكن هناك ردة فعل بقدر التحدي الذي أظهرت ميليشيا الحوثي على استهداف المملكة العربية السعودية بصواريخ بالستية، واكتفت ربما بالتنديد أو بالتصريحات فقط. كان الجميع يعتقد سيادة اللواء بأن هناك ربما تكون ردة فعل قوية بدعم الجيش الوطني ويعني التوجه نحو صنعاء، تحرير صنعاء، أو تحرك دبلوماسي قوي يضغط على الميليشيا بصورة أو بأخرى، لكن ما وجدناه تصريحات فقط. لا معلش، يمكن أختلف أنا معك في هذه. في على الوضع الميداني هنالك يعني بالأمس خاصة في تقدم ميداني عسكري واضح في جبهة صعدة أو في محافظة صعدة، وهنالك تقدم عسكري يعني وإعادة تحرير العديد من التباب من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية. صحيح جهة عمران وجهة المناطق الجنوبية لم يتم يعني عمل عسكري، ولكن كانت هناك ردة فعل قوية من قبل قوات التحالف في تدمير العديد من المواقع العسكرية في منطقة صعدة بالذات. أما على الصعيد السياسي، أنا أعتقد زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى الولايات المتحدة والالتقاء بمبعوثين الدول الدائمة العضوية ورسالة لهم بأنه يجب أن على المجتمع الدولي بأن يقوم بدوره كامل، هذا فيما يخص الموضوع السياسي. وفيما يخص التصدي للصواريخ، هي صواريخ عبثية لا طائل منها، هي شكلا صاروخ، أي نعم صاروخ يطلق بتقنية إيرانية بأيدي إيرانية بتدريب إيراني بكل ما تقوله
الدلائل والأحداث بأنها بأيدي إيرانية، ولكن تم التصدي لها. وعلى فكرة أنا رجل عسكري وأقول لك من هالموقع ده، عندما يتم إطلاق ذخائر ويتم إسقاطها بهذا الشكل وتتم الاستمرارية في إطلاق الصواريخ، هو عبث وهي فقر استراتيجي في إدارة المعارك، ولا يدلك على أنه إلا فقط يأتي تلفونه بخط ساخن من طهران، اطلق صاروخ يطلق صاروخ، غير كذا لا. لكن 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 في 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 حقيقة الأمر أيضا هناك أيضا تخوف كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بسبب هذه الصواريخ التي أصبحت تهدد يعني حياتهم، هذا جانب. يعني الجانب الآخر، البعض يقول سيادة اللواء، وهذا سؤال أخير فقط أتمنى أن ألقى من إجابة منك واضحة، لماذا لا يكون الرد فعليا بدعم الجيش الوطني في نهم والتوجه نحو صنعاء، هذه الجبهة التي ظلت الآن 3 سنوات والجميع ينادي فقط الأمر مرتبط بقرار سياسي ومن التحالف العربي على وجه التحديد؟ دعم ما أعتقد أنه هنالك نقص دعم واضح. يعني إحنا نتكلم على 100,000 جندي تم تدريبهم تم تسليحهم، يمكن الأخ الرحبي يجاوب لك على هذا السؤال أكثر مني. صحيح وأنا وافقك أنه هنالك تأخر وتأخر واضح في جبهة نهم. يعني أنا كنت أتحدث مع أحد الزملاء اليمنيين أمس، كنا نظر طالعين على أحد القنوات الفضائية وتحدثنا قليلا عن موضوع نهم، وقال لي أخبار لا يعني ما ليست أكيدة، ولكن أنا وافقت في أنه جبهة نهم لماذا تتوقف، على الرغم من أني أنا شخصيا منذ فتحت جبهة نهم والصرواح ومأرب لا أحبب الاتجاه بهذا الاتجاه، لأن هنالك مناطق وعرة وصعبة وسوف تكون يعني عالة أكثر من أنه يكون هنالك دعم. لا بالعكس، كان ودنا ابتعد وكان ودنا بتوجه من الساحل الغربي وكذلك الساحل الجنوبي، ويتم تحرير المناطق التي هي أقرب إلى المناطق الساحلية. يعني نعم. الآن إيش اللي يمنع اتجاه من حيث وتم إلى الحديدة، على الأقل محاصرة الحديدة عسكريا والانتظار إلى ساعة الصفر الكبرى لتحرير الحديدة أو ميناء الحديدة. أوافقك في الرأي فيما يخص نهم، ولكن هو ليس بقصور من قبل قوات التحالف في الدعم. لا، هذا ليس الكلام صحيح. قوات التحالف تدعم بالقوة الجوية، قوات التحالف تدعم بالإسناد، قوات التحالف تدعم بطائرات. لماذا لا يرافق لواء محمد فقط يعني في نص دقيقة، وأتمنى يعني أقصد الناس تنتظر قرار حقيقي بتحرير صنعاء، لأنه البعض ذكر وزير الإعلام اليمني بأنهم لا نريد أن ندخل صنعاء، وربما هذا هو مربط الفرس. هو شوف، في ضبابية في قرار صنعاء، ولأنه لا يعني في ضبابية في قرار صنعاء، ولكن أنا أقرأها كقراءة ميدانية، لأنه الآن هو تقريبا في جمود عسكري وجمود في التحرك العسكري على عكس جبهات صعدة وعلى عكس بعض الجبهات، لكن في مجمل الصورة التوجه إلى صنعاء الصورة غير واضحة للجميع. هو ليس من العقلانية بأن تزج بالقوات في هذه المناطق الوعرة ويصبحون صيدا سهلا للانقلابيين، ونعرف تكتيكه وتكلمنا عن مع حضرتك ومع العديد من القنوات. هذه جماعة تعمل على تكتيك واضح، هو القوس وهي الغارات الغير مباشرة، عفوا الغارات القليلة التكلفة، ويتم اقتناص الجنود، تعتبر يعني انتحار في الذهاب لمواجهتهم من قبل أن يتم تأكيد وصول كافة الإمدادات إلى أن يتم وصول القوات الكاملة. أشكرك. لكن أنا وافقت في الرأي فيما يخص تأخر جبهة نهم وتحرير على الأقل بعض المناطق القريبة، ولكن يسأل هذا السؤال والمفروض يجاوب لك عليه، وأتمنى أنكم يوم من الأيام تستضيفون رئيس الأركان في الجيش اليمني تحدث الآن. نعم. بكل صراحة أنا شفت العديد من اللقاءات مع إذا محافظ المأرب أو الجوف أو حتى قادة بعض الألوية الميدانية، وتحدثوا بأن هنالك انتصارات، ولكن يعني إيش اللي انتصارات لكنها بطيئة يعني لواء محمد. نعم بطيئة. أشكرك. أنا أوافقك في الرأي. نعم. بطيئة، ولكن أنا أقول لك بأن هنالك دعم لا محدود من قبل قوات التحالف الشرعية لإنجاز المهام المطلوبة. أشكرك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، وعودة إلى المحلل السياسي الأستاذ وضاح الجليل، وتأخرت عليك قليلا أستاذ وضاح معذرة.
استاذ وضاح، الان انت من وجهه نظرك، الان الميليشيا الحوثي عندما تناور وتقوم باطلاق الصواريخ البالستيه نحو المملكه العربيه السعوديه، على الجانب الاخر تقول المبعوث الاممي بان لديها رغبه حقيقيه هذه المره للدخول في سلام، هل فعلا هناك يعني نسبه ولو بسيطه بان الميليشيا بدات تقبل بالحل السياسي ام لا؟ طبعا اولا قبول الحوثيين بالحل السياسي هذا امر مستبعد تماما، هم يريدون حل على مزاجهم وبما يناسب طبيعة تكونهم وما حصلوا عليه من امتيازات وحققوا من مكاسب خلال هذه 3 سنوات بعد الانقلاب وخلال هذه الحرب. الأمر الثاني مسألة أنهم يريدون فعلا إيقاف الحرب، هذا شيء وارد جدا، وخصوصا أنهم يتعرضون لهزائم كثيرة وتتقلص مساحة نفوذهم كل يوم، لكن كما ذكرت سابقا أن الضغوط الدولية هي التي تمنع حسم المعركة على ما يبدو معهم. لذلك أنا دائما أؤكد أن الحوثيين يرغبون في عملية سلام أو بين قوسين سلام بين قوسين تحقق لهم الاحتفاظ بما حققوا من مكاسب، الاحتفاظ بقوتهم العسكرية، بالأسلحة التي نهبوها، بالأموال التي نهبوها وكدسوها، بالعقارات التي صادروها وبنوا عليها مبانيهم ومنشآتهم، بالمختصر بالاقتصاد الموازي لاقتصاد الدولة الذي أنشأوه خلال هذه 3 سنوات وبالاستفادة من انقلابهم، ودون ذلك لن يقبلوا بأي حال وسيواصلون المعركة حتى النهاية. إطلاق هذه الصواريخ في نفس الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الأممي في صنعاء في ضيافتهم وهم يطلقون هذه الصواريخ باتجاه السعودية، هم يريدون أن يقولوا أنه لابد أن إذا كانت هناك تسوية سياسية فلابد أن تكون بشروطنا، لابد أن تكون وفق ما نراه نحن وفق ما نريده. هذا الأمر واضح جدا، هم يرفضون تسليم سلاح الدولة، يرفضون إعادة مؤسسات الدولة، وبالتالي يرغبون في البقاء كمكون معطل إذا ما حدثت تسوية سياسية، يرغبون في البقاء كمكون معطل لأي قرار كما هو حادث في لبنان. نعم، كحزب الله في لبنان. نعم، ربما نفس التجربة يريدون يعني إنتاجها في اليمن. نعم. طيب أستاذ وضاح، نشرك معنا في الحديث، اسمح لي، المستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الريحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا وعلى ضيوفك الكرام. اهلا بك استاذ مختار. الشرعيه هل لا زالت تؤمن فعلا بان هناك ربما يكون هناك حل سياسي مع ميليشيات الحوثي وفقا لتصريحات المبعوث الجديد مارتن جريفيث؟ المبعوث الجديد يبدو انه جاء متحمسا لدرجه كبيره، حتى انه حاول او انه التقى بعض القيادات العمل الحزبيه الذي يقال انه عمل حزبي، والجميع يعرف ان اليمن لم يعد فيها لا احزاب ولم يعد فيها إعلام ولم يعد فيها منظمات مجتمع مدني. بالتالي نقول أن هذا ما الإعلان الذي أعلنه المبعوث الأممي يبدو أنه يعني متفائل لدرجة كبيرة. نحن عايشنا الحوثيين وجربنا معهم الحوارات سواء في جنيف أو في الكويت، جنيف 1 وجنيف 2 والكويت 1 وكويت 2، لم نخرج معهم إلى أي خطوات. أنا أقول أن هذه الميليشيات لا تؤمن بمبدأ السلام والتعايش والوصول إلى حل سياسي وسلمي. هذه الميليشيات دخلت وهي تحمل السلاح، لا يمكن أن تخرج من المناطق والمحافظات إلا بالسلاح. هذه الميليشيات على مدى سنوات طويلة حينما كانت تخوض المشاورات مع الدولة ومع القبائل لم تسلم حتى كلاشينكوف 1. كيف لها أن تسلم دولة؟ كيف لها أن تسلم جيش سيطرت عليه؟ كيف لها أن تسلم أموال الدولة؟ كيف لها أن تسلم ما سيطرت عليه طوال الفترة الماضية؟ لكن نقول أن الحكومة ومن منطلقات مسؤوليتها أمام الشعب وأمام التاريخ هي تتعامل بإيجابية مع الملف السياسي والسلمي، وتريد أن تصل إلى حل سياسي وسلمي من خلال المشاورات من خلال الأمم المتحدة، وتتعامل بإيجابية كبيرة مع الأمم المتحدة. نعم. وتحاول تذليل كافة الصعوبات أمام المبعوث الدولي الجديد، وهي مستعدة للذهاب إلى مشاورات وفق المرجعيات اليوم أو غدا في أي زمن في أي مكان، مستعدة للذهاب، ولكن أيضا هناك شروط وهناك اشتراطات وضعتها الحكومة لا يمكن التنازل عنها، منها المخرجات المتفق عليها، وهذه طبعا الذي يمكن من خلالها الانطلاق حولها. وأنا أقول أنه من الممكن أن نذهب إلى مشاورات قادمة مع الميليشيات الحوثية،
ولكن النتائج ستكون كما عهدناها مع الميليشيات الحوثية، لن نصل معهم إلى طريق، ولكن نعم. الترتيبات تتم إلى الذهاب إلى مشاورات قادمة. نعم أستاذ وضاح الجليل، برأيك إذن تحدثت أنت وأيضا تحدث الأستاذ مختار بأن ربما أي محادثات مع ميليشيا الحوثي ستبوء بالفشل ويعني يحكم عليها بإعدام قبل حدوثها، خيارات الآن الحكومة والتحالف برأيك ما هي؟ في ظل ما هو قائم وفي ظل كما تحدثت أنت أيضا هناك دعم يعني دولي يريد إبقاء الميليشيا يعني كمكون قوي في اليمن. سابقا هناك رغبة دولية في إبقاء الحوثيين كورقة ابتزاز مذهبية وطائفية في المنطقة، خطر يتهدد المنطقة وبالتالي يسمح بالتدخل بهذه القوى ويبقى المنطقة سوقا للسلاح. الآن هذا الأمر كما يبدو كأنه يوضع أمام دول التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية كأنه أمر واقع، ولا بد أن تتعاطوا مع هذه الميليشيا كأمر واقع لا يمكن تجاوزه. المفترض من الطرف الآخر هو الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يضع أيضا الآخرين أمام أمر واقع آخر مضاد لهذا الأمر الواقع وذكرته سابقا، وهو دعم المقاومة الشعبية أو عفوا إنشاء مقاومة شعبية ودعمها وتمويلها بشكل جاد واستجابة تزامن مع استجابة المواطنين أصلا في المناطق التي سيطر عليها الانقلابيون لمواجهة الانقلابيين. المواطنون في كافة المناطق التي سيطر عليها هؤلاء لا يحبون هذه الميليشيا ولا يرغبون في بقائها عليهم، وهم يلاحظون ما يجربون كل يوم ما تقع عليه ممارسات هذه الميليشيا ضدهم من تنكيل، اعتقالات، تعذيب، قتل، اختطاف، وكافة الأزمات أيضا الاقتصادية والصحية والأوبئة التي انتشرت بسبب هذه الميليشيا. بالتالي لابد أن يكون هناك إسناد للمواطنين وتنظيمهم لمقاومة هذه الميليشيا، ليس فقط دعم الجيش الوطني في مختلف الجبهات. الجيش الوطني أصبح محكوم بالدبلوماسية وبالقرار السياسي، لكن لابد أن تكون هناك مقاومة شعبية غير ملتزمة بقرار سياسي أو لأي اعتبارات دبلوماسية. هذا الأمر سيضعف الميليشيا، سينهكها، سيشتت قواها وتنظيمها. نعم. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ وضاح الجليل، كنت معنا من القاهرة، وعودة إلى مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحابي. أستاذ مختار، إذن يعني ربما الخيارات أمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي هي خيارات صعبة وسيئة، لا يعني ثلاث سنوات لم تستطع أن يعني تنهي الانقلاب بالحل العسكري، ولم تكن هناك أيضا مفاوضات سياسية فعلا جادة تصل باليمنيين إلى يعني تقارب حقيقي يرضي جميع الأطراف. إذن يعني ما هو الحل بوجهة نظرك الآن أستاذ مختار؟ ربما فقدنا الاتصال بمستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. إذن نكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين، تقبلوا في الختام تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميت، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.